صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الخميس 9 حزيران يونيو 2016. الحدث اليوم عليه فيه عناوين كثيرة، أبرز العناوين مع ضيفنا ظافر ناصر بعد قليل، تتمحور حول ما قاله النائب وليد جملاط مؤخرا، لا سيما بما يتعلق بالمحاسبة داخل الحزب التقدمي الاشتراكي وأيضا قانون الانتخاب. وبالحديث عن الوضع الداخلي للأحزاب، لابد من التوقف عند القرار الذي اتخذ من قبل تيار المستقبل بتخفيض إلى حد إلغاء الحراس الشخصيين لكل الشخصيات في تيار المستقبل وفي فلك تيار المستقبل. هذه الأزمة المادية ليست جديدة على التيار الذي يعاني بين أزمات مادية وما يعتبر بأزمات حزبية. أيضا في الوضع الداخلي، موضوع قانون الانتخاب الذي سيكون قريبا على طاولة الحوار، في الوضع الإقليمي، عملية تل أبيب بالأمس والتي قام بها فدائيان، أيضا لابد من التوقف عند سوريا والتطورات في سوريا. هذه هي أبرز العناوين لحلقتنا اليوم في الحدث، ترقبوها بعد قليل. الأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي أستاذ ظافر ناصر، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صرنا على الهواء اليوم، صرنا على الهواء اليوم، حضرتك ضيفنا بآخر إطلالة للنائب وليد جملاط. بدأت من المرضى عنهم إذا بدنا نقول بالتيار وبالحزب تحديدا، ما هي أطر المحاسبة التي تحدث عنها النائب وليد جملاط؟ هناك من ربط بأنها يعني دائما بتصير المحاسبة لما يكون في جيل قديم وجيل جديد وما يعرف بالتوريث السياسي في لبنان. أيضا من ضمن العناوين قانون الانتخاب، النصائح التي أعطاها النائب وليد جملاط للرئيس سعد الحريري. قراءتكم لكل المتغيرات اليوم إن كان على الساحة اللبنانية، على قلتها اللي هي يعني أبرزها هي بالانتخابات البلدية، أو فعلا هي مش قليلة، بس يعني قلة التطورات يمكن في لبنان بانتظار أن يعود يعني الاستقرار الفعلي السياسي إلى المؤسسات. أيضا سوريا، القراءة ما زالت هي ذاتها عند النائب وليد جملاط. كيف تقرؤون العقوبات على حزب الله؟ البعض يقول من لم يستطع على حزب الله بالسلاح اليوم يأتي عليه بالمال، ومن ضمن العناوين عناوين إقليمية ودولية رح نبحثها سوا. لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلي رامز القاضي وموجز لأهم الأخبار. شكرا نانسي، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أنها ألغت تصاريح دخول إلى الأراضي المحتلة كانت قد منحتها ل 83,000 فلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بعد يوم من العملية النوعية التي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين في هجوم شنه فلسطينيان فدائيان فتحا النار عشوائيا في تل أبيب. وذكرت المعلومات أن المهاجمين ابن عم من بلدة قريبة من الخليل في الضفة الغربية، وقد أصيب أحدهما واعتقل الآخر. وقد قامت شرطة الاحتلال بمداهمة في أكثر من منطقة. يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم لاستكمال البحث في بند سد جني، وسط توقعات بأن تكون جلسة ساخنة. وأعرب وزير البيئة محمد المشنوق عن أمله أن لا نحتاج إلى مرجعية دولية للبت في قضية سد جني، مشيرا إلى أن المطلوب من وزارة الطاقة دراسة الأثر البيئي وعدم تجاهل الموضوع، فيما أكد وزير الإعلام رمزي جريج أنه سيثير قضية الصحف الورقية اليوم. وقالت مصادر رئيس الحكومة لصحيفة الجمهورية أن جلسة اليوم هي جلسة مشاكل في ظل غياب الحلول لكل الملفات العالقة، وقد أضيفت إلى ملف سد جني العودة إلى ملفي النفايات وأمن الدولة. وأشارت إلى أن الوزراء سيأتون اليوم إلى المجلس ولا أحد يمتلك تصورا لاتفاق أو حل لأي من الملفات العالقة، إذ يبدو أن ليس لديهم نوايا للانفتاح على إمكانية التوصل إلى تسويات وحلول. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، مؤكدا أن المصرف المركزي يعمل لتنفيذ القانون وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، ولذلك اتخذنا قرارا بتنفيذ القانون وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه.
وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف. وشدد سلامي في حديث لقناة CNBC على أنه كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية، فكلما حسنت سمعتك تحصل على المزيد من الأموال، ونحن لا نريد أموالا غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد بصورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان، ودائما بحسب تعبير سلامي. أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب قرارا منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان لحماية المزارع اللبناني وأنتاجه في مواجهة تدفق البضائع السورية. وشدد شهيب على أن قراره سيمنح الفرصة للمزارعين اللبنانيين لتصريف إنتاجهم في الداخل بعدما أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية والخليجية، ما أدى إلى تعرض منتجاتهم إلى حالة من الاختناق والكساد. وأضاف شهيب أن أي رد فعل سلبي يصدر من الجانب السوري ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح اللبنانية سنرد عليه بالمثل. وأشارت صحيفة السفير إلى أن الأمر تلقته دمشق بسلبية شديدة، بل أن المطلعين على أجوائها أكدوا أنها تضع تدبير وزير الزراعة في سياق الحرب التي تشن عليها عبر جبهات عدة، وأنها بسبب التصعيد ضد لبنان ما لم يتم التراجع عن هذا القرار. وأضافت الصحيفة أنه إذا كان يتوقع أن تبادر دمشق إلى اتخاذ إجراءات مضادة بدءا من اليوم، فإنه يخشى من أن تتدحرج كرة الثلج في اتجاهات عدة، مع ما قد يرتبه ذلك من تداعيات سواء على مستوى الواقع الداخلي أو على مستوى العلاقة مع سوريا. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز، عودة إلى نانسي وضيفها لمتابعة برنامج الحدث. شكرا رامز. مشاهدينا برحب فيكم مجددا واجدد ترحيب بضيفي الاستاذ ظافر ناصر الامين السري العام في الحزب التقدمي الاشتراكي. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك مجددا استاذ ظافر. بدايه من كلام لحاكم مصرف لبنان من التطورات اللي البعض عم بيعتبر انه اليوم بطل في عقوبات على حزب الله، صار في عقوبات على كل من يدور في فلك مكون من المكونات الاجتماعيه اللبنانيه. صحيح، لأنه لأول مرة بيكون في قانون مباشرة موجه يعني ضد حزب الله. بالسابق كان ضد الجماعات الإرهابية، يكون ضد المجموعات المسلحة مثلا أو تنظيم الجناح المسلح. هذا القانون لأول مرة صادر عن الخزانة الأمريكية موجه ضد حزب الله، هذا أولا. ثانيا ضد حزب الله والمتعاملين معه، وهنا يعني تكمن الخطورة الثانية. ما في شك أنه لبنان مضطر أن يتعامل مع هذا القانون، وبعتقد حاكم مصرف لبنان له تصريح واضح اليوم، مضطر أن يتعامل مع هذا القانون بما ينسجم مع مصداقيته تجاه ما يسمى النظام الاقتصادي العالمي، لا يستطيع أن يتجاهل هكذا قانون. طب بس لبنان عم بيكون بس مجرد متلقي، يعني خليني كل ما يتم دائما لما يصير في أي قرار، يعني مؤخرا قرار متعلق بمستشفى الرسول الاعظم، هذا النظام الاقتصادي العالمي اكيد نحن متاثرين فيه مش مؤثرين فيه بكل بساطه. يعني لبنان لا امكانيه له انه يكون مؤثر بهيك نظام، يعني بشكل اساسي من يحكم ويدير ويقود الولايات المتحده الامريكيه. النقطه المهمه هي مساله لابد من اعلان ساعتها انه هذا البلد، يعني غير انه بالحديث عن السياده والاستقلال وغيره، انه بموضوع السياده الماليه ما حدا يطلع يعمل مساله يعني السياده كلها نانسي، يعني بظل ما يعني بظل العولمه اللي اصبحت هي النظام اللي قايد العالم يعني. مزبوط ولا لا؟ يعني صارت مساله السياده نسبيه، وهذا بحث يطول. عم نحكي عن مسألة محددة كيف بدنا نتعامل معها كدولة، كمؤسسات، وحتى كأطراف سياسية، لأنه بالتأكيد لبنان بنظامه المصرفي لا يستطيع أن يواجه هكذا قانون، لا يستطيع أن يتجاهله، وما بيقدر يقول أنه والله أنا هذا القانون ما بيعني لي شيء، ما بيقدر يتصرف بهذه الطريقة. الشيء المهم اللي معنيين أو لازم نحن على الأقل يكون عندنا موقف فيه، وهو مسألة أن لا يتحول هذا القانون لأداة لمعاقبة كل مواطن
شيعي بالاساس ولبناني، لانه مش كل المتعاملين مع مؤسسات حزب الله هن شيعة. مش صحيح، ما اذا بتحكي عن الشركات الضامنه اللي بلشت هلا تاخذ موقف، طب شو هالشركات الضامنه؟ هي شركات شيعيه. اذا بتحكي عن مؤسسات الدوله مثلا، انه هي مؤسسه، بتحكي عن وزاره الصحه او تعاونيه الموظفين الدوله او غيرها من المؤسسات الرسميه الضامنه اللي بيكون لها علاقه وتعامل مالي مع مستشفى الرسول الاعظم هون مثلا بهذا الموضوع. طالما وزاره الصحه يعني الوزير وائل أبو فاعور من فلك الحزب التقدمي الاشتراكي، كيف بده يتعامل كوزارة اليوم مع مستشفى الرسول وكمرضى؟ يعني لما يكون في بيقولوا لك يعني الاثكس الامور الاخلاقيه بالطب، ما بتطلع حتى لو كان عدو هو اللي انت عم بتطببه، بدك تطببه بعدين شو. فاليوم كيف الحاله انه اذا مريض يدخل مستشفى الرسول الاعظم وعلى وزاره الصحه تغطيته؟ احنا اولا عندنا موقف قبل ما احكي عن المؤسسات او الوزارات اللي نحن موجودين فيها واللي على علاقه بهذا الامر. نحن عم نحكي اولا كموقف بالنسبه لنا، لابد انه يكون واضح بشكل تام. علينا انه نسعى ما يتحول هذا القانون، تتحول هيدي الخطوه لمعاقبه جماعيه لشريحه من اللبنانيين. بنهايه المطاف حزب الله جزء من هذا النسيج، حزب الله جزء من هذا المجتمع اللبناني. الناس اللي عم يتعاملوا معه او هو عم يتعامل معه، مش كلهم، يمكن مش كلهم حزبيين ومش كلهم مرتبطين بشكل مباشر او وثيق. في ناس عندها يعني بطبيعه عملها، بطبيعه حياتها اللي عايشتها، يعني الاستاذ اللي عم يقبض من مدرسه هي تعتبر قريبة أو يعني لصيقة بحزب الله. هذا مش ضروري يكون حزبي، يمكن في ناس ما عندها أي انتماء لا حزب الله ولا لغيره، مزبوط أو لا؟ فبالتالي هون لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب والتعامل معه بشكل جدي. حكما عندك إشكالية على المستوى الرسمي بالنقطة اللي عم نطرحها، إذا كانت وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات الأخرى المرتبطة بمستشفيات أو وزارة التربية، لأنه كمان في مدارس خاصة بتعرفي تماما أنه بتتلقى من الدولة مساعدات سنوية. كمان هذا الجانب يعني أساسي ومهم، بعتقد مطلوب خطوة رسمية، بهذا الاتجاه. لكن ما في شك أنها صعبة مش سهلة. شو يعني خطوة رسمية؟ يعني اليوم في مجلس وزراء ممكن أن يحضر هذا؟ هلا طبيعي يعني لازم أن يحضر هذا الموضوع، أكيد بس حاضر. هذا الموضوع حاضر بشكل يومي بعتقد بين القوى السياسية وعطاولة مجلس الوزراء. بعتقد يعني لازم ينشغل على التمييز ما بين الأمرين. طيب بس هون بصراحة أستاذ ظافر، نحن اليوم ببلد يعني في أفرقاء بدهم مثل ما بيقولوا رأس حزب الله، يعني معروف البلد منقسم، ومعروف البلد أنه في ناس ضد حزب الله. صحيح. اليوم وبالأمس وربما يعني إلى في عداوة دائمة ربما مع الحزب. فبالنسبة لهؤلاء الأفرقاء يمكن تكون اليوم هيدي هي أبرز الفرص، يعني في منهم شافوا بحرب تموز 2006 أنه هي فرصة للقضاء على حزب الله. كيف اليوم لما بيلاقوا أنه هالقد عم ينضرب حزب الله ببيئته اللي هي شكلت أحد أبرز عناوين إن كان صمود أو انتصار؟ خليني أقول لك بكل صراحة وبكل يعني وضوح وبنفس الوقت ببساطة، هذا النمط من التفكير ما أدى بلبنان إلا لمشاكل وأزمات. أنا فيني خاصم حزب الله من هلأ لآخر العمر، بس ما فيني أنا تشكل هيدي الخصومة مع حزب الله نمط من التفكير الانتقامي أني استغل أي فرصة ضغط على حزب الله أو غيره من الأطراف السياسية. وعلى كل هذا الأمر مش بس مطلوب من الأطراف اللي هي على خصومة مع حزب الله، هذا كمان مطلوب من حزب الله ويعني الأطراف الأخرى اللي هي على خصومة مع قوى سياسية تانية. إذا أنا بدي أحمل بتفكيري السياسي النفس الانتقامي، أكيد أنا بكون هلأ مفكر حالي أنه عم بحل مشكلة بأني أضغط على حزب الله، أو أني عم بكسب بالسياسة أني عم بضغط على حزب الله. ولكن إذا أنا بدي أفكر بالبلد ومصلحة البلد، آخر شيء حزب الله جزء من هذا النسيج مثل ما قلت، بيمثل شريحة شعبية، كمان بدي أفكر بهذه الشريحة الشعبية. وتخيلي معي السيناريو الثاني، بدي أفترض أنا تم الضغط على حزب الله وهيدي الخطة وهذا القانون أو غيره نجح، واليوم المجتمع الشيعي اللي هو يعني بشكل أو بآخر معتمد، بتقلي لي ماليا، بتقلي لي اقتصاديا، بتقلي لي بالمؤسسات، بتقلي لي سياسة اللي بدك إياه، معتمد بشكل أساسي ومرتكز إلى حزب الله بشكل أو بآخر. افترضي صار عندك أزمة
مين بيقدر يقول انه هذه الازمه اللي بتتعرض لها هذه الشريحه اللبنانيه ما حيكون انعكاسها على كامل المجتمع اللبناني؟ شو يعني اللبناني؟ ازمه مثل شو؟ عم يعني بحكي افترضي على المستوى المالي، افترضي هذه الشريحه الشعبيه اللي عندها مردود مالي من هذه المؤسسات مطلع. اللي مرتبطه بحزب الله، طيب اذا تعرضت لنكسه اقتصاديه وماليه انعكاس ذلك سيكون بس عليها؟ يعني اذا نحن منظمنا هذا الامر بده يكون على الاقتصاد ككل، وبده يكون علينا كقوة سياسيه ككل. من هون عم اقول طريقه التفكير بانه نحن نستغل هلا هذه الفرصه، حتى لو كنا يعني عم نتزاكى بكل صراحه، حتى لو كنا عم نتزاكى انه هلأ نحن منسكت منعمل هيك جو إيجابي، لأنه مارق شيء بالصحف اليوم أنه بعض القوى اللي بتتمنى لحزب الله هن أمر صامتة، يعني ما عم هلأ هو لافت كمان أنه يعني تضغط. في قوى عم بتقول أنه خليهم، فإذا نشوف قدي حزب الله في يراهن ويصمد بحرب مالية عالمية. هذا التفكير ما بيؤدي لنتائج إيجابية لحتى نكون بيقدر لبنان يتمرد؟ مش يتمرد، نحن كمان هون انا كنت واضح من البدايه. ما فيك تخرجي عن هذا النظام الاقتصادي العالمي، ما فيك تواجهي، ما فيك تتجاهلي هيك قانون، ولكن ايضا بدك يعني تحاولي قدر الامكان انك ما تخلي اثار هكذا قانون تتحول لعمليه عقاب جماعي. هذا الامر ممكن او مش ممكن؟ بعتقد ما في شيء الا ما له حلول معينه بتقدر توازني فيها ما بين المتوجبات عليك اتجاه المجتمع الدولي واتجاه هذا النظام اللي عم نحكي عنه على المستوى الاقتصادي والمصرفي، وبنفس الوقت تحمي وضعك الداخلي اللبناني من ازمه قد يتعرض لها وانعكاسها بيكون على الكل. ما حدا يفكر انعكاسها بيكون على الشيعة فقط او على شريحه معينه. طيب هون وزارة الصحة مثلا اليوم أبرز المعنيين بهذا القرار مثل ما قلنا وزارة الصحة، شو السبل اللي ممكن يلجأ؟ بكل صراحة كنت عم بقول لك قبل الحلقة، كنت عم بناقش هالموضوع مع الأستاذ وائل بوفعور قبل ما أطلع على الحلقة. وحدة من الإشكاليات اللي عم بفكر فيها بصراحة كيف المخرج منها، ولكن ما ممكن تعملي مخرج انت فردي مثلا، ما فيكي تعملي مخرج فردي. يعني ما بيقدر يجي وزير بوزاره يقول انا بدي اخرج من 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 هذا من هذا من من هيدي من هالقانون او من متطلبات هذا القانون. بدها خطوه على مستوى الدوله اللبنانيه رسميا، طبعا في مصرف لبنان له دور اساسي، انه يعني على الاقل الأمور اللي إلها علاقة بالصحة، اللي إلها علاقة بالتعليم، اللي إلها علاقة بالوضع الإنساني، اللي إلها علاقة بناس ما خصهم ما لهم علاقة بالسياسة، يمكن لا من قريب ولا من بعيد، إلها علاقة بمعيشتهم، بدها دراسة هذا الجانب. بس هذه القوى السياسية لا تتحمل هذه المسؤولية اليوم اللي اجتمعوا وعملوا طن ورني كل الأفرقاء وقت تشريع الضرورة والقوانين المالية والبلد وغيره، ما قدروا انه يسنوا قوانين تحمي لبنان وبذات الوقت يكونوا ملتزمين بالقوانين الدوليه؟ يعني اليوم في شيء انه كانه في تسليم من لبنان، انه قدموا كل شيء، سلموا كل شيء، بعدين هلا بلشوا يقولوا يي انا مش ميال للنقاش على القانون. كيف هلا هو القانون واضح كان؟ خليني اقول لك بصراحه نانسي، انا مش ميال للنقاش هلا بموضوع يعني سيادة لبنان واستقلال لبنان والقرار المستقل للبنان. نقعد نحكي هلأ بشعارات ونحن أمامنا يعني موضوع أساسي بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل معه وكيف نواجهه بهذا النظام العالمي اللي موجودين فيه. مثل ما قلت السيادة أصبحت نسبية، ما فيك تحكي عن سيادة مطلقة، كل دولة قادرة تحدد شو هي بدها بمعزل عن معطيات والظروف الإقليمية والدولية، لا بالسياسي ولا بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بأي شيء آخر. يعني هذا النظام مترابط. اليوم إيران مش قادرة تخرج عن هذا النظام، يعني راحت عملت اتفاق لحتى تحمي حالها من العقوبات، صحيح أو لا؟ عملت اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتتجنب إن الاتفاق يرفع العقوبات عن إيران لتصب على حزب الله في لبنان. أي يعني لكن ما في اتفاق دولي لا إقليمي ولا دولي فيك تستنجي منه بس أنه هو يعني كان لصالح طرف دون آخر. يعني بإيران صحيح رفعت العقوبات عن إيران، ولكن بالمقابل بدك تشوفي شو ما حصله الطرف الآخر. بعد أقول أنه تم قطع يعني الأزرعة
أو الأذرع الإيرانية في المنطقة، إن كان عبر حزب الله حتى حماس في مكان ما، أنه مثل قالوا لإيران نحن من يعني منحرركم كإيران، لكن الأذرع الممتدة في المنطقة ليش عم بقول لك ما في اتفاق؟ يعني في طرف واحد من هذا النوع عم بحكي، في طرف واحد بيقدر يقول أنا مكاسبي 100% فيه، يعني منشان هيك في شيء بتحصليه بالاتفاق النووي بتحصله إيران بالاتفاق النووي، بس في شيء بالمقابل بدها تدفعه. هل اليوم النائب وليد جنبلاط يقول أنا أنتظر جثة غريمي لتقطع في النهر؟ عن مين؟ عن ما يجري مع حزب الله. لا. بصراحة أكيد لا، أكيد لا، مش هذا المنطق. لقلك يعني البعض يقول أنه هو دعا رئيس سعد الحريري إلى التهدئة لأنه شايف أنه هناك من يصوب النيران على حزب الله، فلا شو نحن بدنا نفوت بهذه المعركة؟ يعني خليني أقلك نانسي، بعتقد كذا مرة حكينا بهذه النقطة منذ انطلاق شرارة الثورة في سوريا بالعام 2011. بهذيك اللحظة وقت اللي كان في طرف سياسي أساسي معتبر أنه الثورة ستكون نتائج الثورة في سوريا لصالحه، كان منطق الرئيس وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي واضح جدا، عم بحكي مع 14 أدار وتحديدا مع تيار المستقبل، بأنه الحوار الداخلي اللبناني والتفاهم الداخلي اللبناني هو أساس حصانتنا وليس أي نتائج مرتقبة من سوريا، مع العلم أنه هذه النتائج ما حدا بيقدر يعني يقول رح نوصلها بين يوم وبين الثاني. طبعا كانت المراهنات كبيرة من الطرفين على كل حال، يعني من ميلة حزب الله وثماني أدار ومن ميلة مستقبل و14 أدار. من تلك اللحظة والرئيس وليد جنبلاط عم يدعي للتفاهم الداخلي، عم يدعي للحوار الداخلي، وعم يدعي للتكامل بين القوى السياسية وبالتالي تنظيم الاختلاف حول الموضوع السوري تحصينا لساحتنا الداخلية. مش لليوم نجي نفكر بالطريقة اللي يعني عم بتأشري لها، لأنه نحن من الناس المؤمنين أولا اعتبرنا كتير من الفترات الماضية، استفدنا كثير من الفترات الماضية، استخلصنا كثير من الفترات الماضية، وكل يوم عم ندعي القوى السياسية لتستخلص من هذه المراحل الماضية لتستفيد للمستقبل. رئيس الحزب كان واضح بآخر مقابلة تلفزيونية، لبنان لا يحكم إلا بالتسوية، لبنان المكون الصغير فيه بالتسوية قبل المكون الكبير بالدخول إلى هذا العنوان. فبالتالي هذا العنوان الأساسي عند رئيس الحزب، هذا الخطاب الأساسي وهذه الدعوة الأساسية، منشان هيك عم يدعي تيار المستقبل إلى يعني التروي والهدوء، مش لأنه منتظرين أمر آخر. بالعكس، مش دايما، وقلت لك إياها بداية الحلقة، ما حدا يفكر أنه إذا انطالت شريحة اليوم هو بمن أعنا. طيب اليوم بالحديث عن التسوية، هل بدأ النائب وليد جنبلاط، يعني البعض يقول أنه أن يعلن النائب وليد جنبلاط انعطافته عن ترشيح النائب سليمان فرنجية هي بتسهل لكل الأفرقاء أنه يلفوا الكوع معه مثل ما بينقال عادة، فهل اليوم خلاص انتهى مفعول ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة؟ خليني يعني كمان هون بدي أرجع أذكر بالبيان اللي صدر عن اجتماع اللقاء الديمقراطي، آخر اجتماع حصل للقاء الديمقراطي كان بخصوص مسألة الرئاسة بعد تفاهم مع رابع على ما أظن. بذلك البيان كان واضح الموقف، على الرغم من أنه نحن كنا معلنين تماما تأييدنا للأستاذ سليمان فرنجية، كان في موقف إيجابي من موضوع الجنرال ميشيل عون، كان واضح جدا. وإذا بتذكري تلقى اتصال رئيس الحزب آنذاك من الجنرال ميشيل عون شكروا فيه على موقف، وهذا المنطق هو يعني جاي بسياق منطق واضح وخطاب واضح متسلسل ومترابط عند رئيس الحزب فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي منذ بداية الأزمة الرئاسية، منذ لحظة الشغور الرئاسي. قال رئيس الحزب بوضوح أن هذا الاستحقاق لا يمكن إنجازه دون تسوية، أن هذا الاستحقاق لا يمكن إنجازه دون تفاهم، ودعا مرارا وتكرارا القوى على الساحة المسيحية لمحاولة يعني إنجاز تفاهم فيما بيننا حول هذا الأمر، بيريح يعني على الأقل الأطراف الأخرى بتصير مرتاحة في عملية الاختيار والقرار وإلى آخره. وقال بوضوح كمان للتذكير بأنه إذا
الجنرال ميشيل عون حظي بتفاهم القوى السياسية اللبنانية طبعا الوازنة والمؤثرة والمقررة بهكذا استحقاق، خصوصا كمان على المستوى المسيحي، فلن أكون حجر عثرة. بالتالي كلامه بآخر مقابلة تلفزيونية يأتي لتأكيد هذا الخطاب ولتأكيد هذا المسار، بما معناه وبشكل أوضح بأننا لن نكون حجر عثرة أمام تسوية رئاسية تنقذ هذا الاستحقاق الرئاسي وتنجزه، وبالتالي نخرج من عملية الفراغ الرئاسي ونعود إلى عملية يعني بالمسار المعاكس لهذا الواقع اللي عم نعيشه بلملمة مؤسساتنا واستحقاقاتنا ووضعنا لن الداخلي. لن تكون حجر عثرة، لكن اليوم حزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بالمجلس هو يعني البعض يعتبره بانه بيضة القبان اللي بيقدر يرشحوا كفة هذا على ذاك. طيب بالاصوات هون يعني واضح. الكلام انه لن نكون حجر عثرة، بس رح تكونوا مستعدين تنزلوا على المجلس وتصوتوا لصالح العماد مش وقت بنحكي عن تسوية. وقت بنحكي عن تسوية عم تحكي في قوى وازنة بالبلد موقفها أساسي مستقبل، يعني بمعنى عندك المستقبل، عندك حزب الله، عندك حركة أمل، عندك القوات، عندك العونية، عندك حركة أمل. إذا لقى الرئيس بري ربما أنه الكل ماشيين بهذه التسوية مش حيقول، بالعكس هو أول من سيدخل ربما بالتسوية. ساعتها بتتصرفي على أساس هذه المعطيات، ما بيعود يعني موقعنا، ما بيعود هو ال يعني اللي بيشكل حجر عثرة يمنع هكذا تسوية. هذا الكلام اللي عم نقوله. بس بعد اليوم ما حنرجع نسمع مين قال انه رجعت مفاعيل او رجعنا من اول جديد، قعدنا الزخم اللي هي ترشيح نائب سليمان فرنجية. هلا هذا سؤال افتراضي. لا هذا سؤال افتراضي بقدر اجاوب عليه بكل صراحة. سؤال افتراضي ما بقدر جاوب عليه. نحن كل اللي عم نقوله بشكل واضح واللي عبر عنه بشكل واضح رئيس الحزب بأنه نحتاج إلى تسوية بالبلد. هذه التسوية إذا كانت ركائزها السياسية بالمعادلة اللبنانية ماشي بالجنرال ميشيل عون، فشو المشكلة؟ يعني هذا المنطق اللي واضح جدا، لا لبسة فيه. يمكن التسوية تروح باتجاه الأستاذ سليمان فرنجية كمان، ليش بدك تفترضي ما تفترضي العكس؟ الحديث بيّن أنه في استبعاد للنائب سليمان فرنجية لما بيحكي عن عدم رضا سوري على ذهاب النائب فرنجية بعيدا يعني سفرته على باريس وسفرة الترشيح الشهيرة. أنه مش نحن اللي بنكون عم نستبعد. لا بس ما هن يعني جملات حملها للسوري بوقت انه ما سمعنا شيء من الطرف اللي هو يدعم نائب سليمان فرنجي. اكيد الطرف السوري مش رح يطلع يقول يعني لك ما بدي الاستاذ سليمان فرنجي وهو حليف تاريخي له. يعني بنعرف هاي الامور كيف بتصير. بالاجمال على الاقل حتى اللحظه نانسي ما فينا كمان يعني نحن عم نحكي بهالسيناريوهات والمواقف، ولكن ما في شيء حتى اللحظه يعني بيقول لك انه نحن تقدمنا خطوه جديه باتجاه الاستحقاق الرئاسي، على الرغم مما يعني من كل ما يقال. على الرغم من كل ما يقال بعتقد يعني الاستحقاق الرئاسي لازال حتى اللحظه بعيد عن 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 انظارنا. بعيد عن الانظار، واضح هيك يعني رغم كل يعني ما مش يقعد. مش عم تشوفوا مثل ما امل السفير السعودي انه بيعيد الفطر انه يصير في حركه يعني ما او نهايه. هذا الامل هذا الامل من سعاده السفير السعودي بيعبر عن حرص اكيد بانه ينجز هذا الاستحقاق، ونحن لا يعني دائما كنا عم نتمنى انه يعني مش كل شهر كل يوم نتمنى انه ننجز هذا الاستحقاق، ولكن مش واضح لحد هلا انه في معطيات بتقلك انك انت قريبه لهذه الدرجه من انجاز. اساسا لو واضحه كان اول شيء لازم يعملوا نائب وليد جملات اكيد مع نائب عمري حلو انه يعلن سحب الترشيح. يعني طالما ما زال نائب عمري حلو بالساحه يعني ما في شيء فعلا ملموس، مزبوط؟ يعني على الاقل لو الامور يعني اذا في عندنا انتخابات خلال 20 يوم بعتقد كنا عم نهني الرئيس هلا يعني حتى قبل مزبوط. رح تابع معك استاذ ظافر بالعناوين اللي حطيناها من بدايه الحلقه، لكن اسمح لي ان نعود الى زميلي رامز القاضي وما اختاره لنا من الصحف. اليك رامز. شكرا.
شكرا نانسي. البداية من جريدة الأخبار، يعني وما لفت اليوم سواء بالأخبار أو بالسفير هي مسألة تخلي تيار المستقبل عن حراس مقاره نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها. كتبت أمال خليل: هيكل الحريرية يتصدع، المستقبل يصرف حراسه. أبلغ تيار المستقبل كوادره أن الأول من تموز المقبل سيكون آخر يوم عمل لمرافقي مسؤوليه وحراس مقاره والمؤسسات التابعة له في كافة المناطق. صرف الحراس من دماك جديد ينهار في هيكل الإمبراطورية الحريرية بعد أزمة سعودي أوجه وتأخر صرف رواتب الموظفين منذ 8 أشهر. تضيف خليل: يا علي أنتم خلص خلصتم، آخر هذا الشهر توقفوا عن العمل كل عناصر الحرس في التيار في كل لبنان، سيكون أول تموز آخر يوم عمل لهم وستأخذون كل تعويضاتكم، ثم يستدرك مصححا: تأخذون كل معاشاتكم السابقة وتعويضات المستحقة هي أساس راتب شهر عن كل سنة. هذا هو تسجيل يعني وأكمل وبحكيك لاحقا الآن مش فاضي. هذا النص رسالة صوتية أرسلها أحد مسؤولي المستقبل إلى أحد عناصر التيار في طرابلس صباح أمس. تبلغ العشرات من زملائه في المناطق قرار صرفهم من العمل نهاية الشهر الحالي في إطار الأزمة المالية التي يعاني منها المستقبل. المصروفون هم حراس مكاتب التيار ومؤسسات الحريري ومستوصفاتها في صيدا والبقاع والشمال وبيروت، إلى جانب مرافقين لمنسقين ومسؤولين في التيار وشخصيات محسوبة على آل الحريري، من بينهم مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الذي خصص له التيار مرافقا شخصيا. وبحسب الرسالة سيحصل المصروفون على رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر. أما التعويضات التي ينص عليها قانون العمل فستختصر بدفع أساس راتب شهر واحد عن كل سنة عمل، لكنها لن تصرف عند الصرف. فبحسب مصادر من داخل التيار الأزرق وعد الكوادر بصرف التعويضات عندما تتوافر المبالغ. وأوضحت المصادر: يستثنى من الصرف حراس مقر الرئيس سعد الحريري في وادي بجميل ومقر عمته النائب هي الحريري في مجد اليون. ومن أيضا نبقى في إطار الأخبار، في الإطار ذاته لا يرحم مصرف البحر المتوسط الذي يملكه آل الحريري الموظفين الذين لا يقبضون. تطالب الإدارة من اقترض مبلغا بسداد فوائده الشهرية من دون تأخير. وفي السعودية قطعت الكهرباء عن أحد المجمعات السكنية لموظفين في سعودي أوجي بسبب عدم دفع الفواتير، مضطرهم إلى شراء المازوت للمولدات من جيوبهم الخاصة. سأيضا بالأخبار ولكن موضوع حزبي آخر، ولكن هو إعلان وحدة الحزب القومي. كتب فراس الشوفي: يستكمل جناحا الحزب السوري القومي الاجتماعي الآليات المتفق عليها بين قيادتي التنظيمين اللذين يرأسهما النائب اللبناني أسعد حردان ووزير المصالحة في الحكومة السورية علي حيدر بعد نجاح جهود الطرفين لإعلان الوحدة بينهما. وتكللت الجهود في الأسابيع الماضية بالوصول إلى اتفاق على إعلان الوحدة بعد مفاوضات طويلة هدفت إلى إنهاء الانقسام الذي دام أكثر من 60 عاما. وعقد أمس اجتماع في بيروت برئاسة حردان لقيادة الحزب المجلس الأعلى ومجلس العمد، وآخر في دمشق برئاسة حيدر لمتابعة ومناقشة مساعي توحيد القوميين بين الجناحين اللذين عرفا تاريخيا باسم المركز في بيروت وتنظيم العم نسبة إلى رئيس الحزب الراحل جورج عبد المسيح. يضيف الشوفي: كان من المفترض أن يصدر مساء أمس بيان متزامن من التنظيمين يعلن الوحدة، إلا أن مصادر الطرفين أكدت للأخبار أن صدور البيانين سيتأخر إلى اليوم لأسباب لوجستية. وفيما علمت الأخبار أن حيدر وصل إلى بيروت من دمشق مساء أمس لاستكمال اجتماعاته مع قيادة حزبه في بيروت، تحفظت مصادر الوزير السوري عن تأكيد ذلك أو نفيه لأسباب أمنية، لكنها أكدت أن البيانين سيصدران اليوم. وبيانا سيؤكد الترحيب بالجهود التي بذلت من أجل الوحدة، فالوحدة كانت مطلبنا الأساسي منذ عقود وقد قمنا بعدة محاولات في الماضي لتكريسها بين القوميين. وبحسب المصادر فإن تطبيق الوحدة إداريا يحتاج إلى جهد استثنائي للوصول إلى صيغة دستورية موحدة. يتابع الشوفي:
أكدت مصادر التنظيمين أن الأنباء عن قرب إعلان الوحدة بين التنظيمين لاقت ترحيبا كبيرا من أعضاء الحزب والمواطنين في لبنان والشام والمغتربات، وكذلك من الجهات والتنظيمات السياسية الصديقة والحليفة، مضيفة أن هناك شعورا كبيرا لدى القوميين بالحاجة والواجب إلى استنهاض التنظيم الحزبي والدور الذي من المفترض أن يلعبه تنظيم وحدوي كالحزب القومي. من الأخبار ننتقل إلى جريدة ديلي تيليغراف وموضوع آخر. نطالع في صحيفة ديلي تيليغراف مقالا لكيت ماكين بعنوان تهديد إرهابي بسبب بيع جوازات سفر أوروبية. قالت كاتبة هذا المقال أن قبرص تبيع جواز سفرها لأوروبي بنحو 4000 يورو، وأضافت كاتبة المقال أنه بوسع المستثمرين الأثرياء من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على جواز سفر قبرصي بقيمة 4000 يورو، كما يتوجب عليهم شراء عقار في البلاد والتقدم بطلب ودفع رسم مالي للحكومة القبرصية. تضيف ماكين أن هذا القرار يتيح للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على جواز سفر أوروبي خلال 3 أشهر فقط، والسماح لهم بالانتقال بحرية داخل الاتحاد والعمل في بريطانيا من دون التقدم بطلب تأشيرة. وقال وزير العدل البريطاني إن إمكانية الحصول على أسرع جواز سفر في العالم في أوروبا يبرهن أن الحدود الأوروبية واهنة، مما يهدد أمن المملكة المتحدة. وأشارت كاتبة المقال أن كل من بلغاريا، مقدونيا ومالطا والجبل الأسود وإسبانيا يحذون حذو قبرص تجاه توفير جواز السفر لمن يستثمر في البلاد. من الديلي تيليغراف إلى الجمهورية وأيضا الموضوع داعش. كتب سالم زهران: داعش من التمدد إلى عنق الزجاجة. يشرح زهران يعني تراجع تنظيم داعش وخسارته ثلثي المساحة، ويسرد أسباب دخول التنظيم في عنق الزجاجة. يقول زهران هنا: السبب الأول إطالة أمد المعارك التي يخوضها على مختلف الساحات، خصوصا في الفلوجة العراقية، فتقهقره التام سيمنع أعدائه في تلك البقعة الجغرافية من استنساخ تجربة الفلوجة، وتشجعهم على الاستمرار في نمط التعاون وشكله نفسيهما جوا وبرا. توسيع هجومه في غرب الأنبار في محاولة لإلهاء الجيش العراقي والحشد الشعبي وأصدقائهما عن معركة الفلوجة. الثالث الضغط للسيطرة على مارع وأعزاز السوريتين، ولو اضطر إلى التنسيق مع بعض فصائل النصرة وتجاوز حساسية الأخوة الأعداء نظرا لأهميتهما الاستراتيجية الميدانية وباعتبارها أحد أبرز شرايين التمويل التي تعاني من انسداد نسبي. يضيف سهران عن مسألة الإجراءات التي سيقوم بها داعش محاولة الهجوم لاحتلال مناطق دير الزور الخارجة عن سيطرته واستباق الجيش السوري إليها. خامسا مواصلة عملياته شرق وشمال شرق حمص ومحاولة الاقتراب من تدمر مجددا من شمالها الغربية. سادسا إعادة فتح معارك جديدة في القلمون الشرقي والسعي إلى استحداث نقاط اشتباك همدت في تلك المنطقة الجبلية. إلا أن مصدرا ممانعا على صلة بغرف عمليات مقاتلة داعش يؤكد أن للنقاط الست المذكورة آنفا خططا محكمة قد وضعت، ويخلص إلى انتظار صيف حار ميدانيا وأمنيا سيحاول من خلاله الروس الاستفادة من الإدارة الأمريكية الحالية قبل رحيلها لتعزيز جهود الجيش السوري وأصدقائه في تقليص مساحات سيطرة داعش أكثر وأكثر، تمهيدا للضربة القاضية التي تحتاج إلى تحالف دولي يكبح جامح داعمي التنظيم الإرهابي سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر جراء الحريق المذهبي الذي يستفيد داعش من دخانه للتسلل وتمزيق خرائط الدول. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة على الصحف. فاصل إعلاني، نعود بعده إلى نانسي والحدث. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، ونتابع حوارنا مع الأمين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي ظافر ناصر. أستاذ ظافر، بالانطلاق إلى العناوين الداخلية لقراءة كل حزب للانتخابات البلدية، هل الانتخابات البلدية أيضا فعلت فعلا مثل ما بيقولوا داخل الحزب التقدم الاشتراكي النتائج تحديدا؟ عم نحكي ربما اكثر محل ظهر فيه
انه الحزب التقدم الاشتراكي لازم يوقف ويعيد حساباته بالاقليم، مظبوط؟ صحح لي ان خطا اذا خطا يعني. هلا تفضل. فيني اتمنى بس الـ يتغيروا الكراسي مره جايه. نحن بنغيره بس احنا عم نعود العالم انه مش دائما يقعدوا على الكرسي وما يقعدوا يقوموا عنا. ما في شك انه الانتخابات البلديه افرزت ظواهر ما لابد من اخذها بعين الاعتبار. وهذا الامر لا مش يعني اكثر من فعلت فعل البلديات فيه هو الحزب التقدم الاشتراكي. البلديات اذا كانت الاحزاب عم تقرا قراءه واقعيه وعقله براسها مثل ما بيقولوا، كل الاحزاب اللبنانيه يجب ان تقرا نتائج الانتخابات البلديه. انتوا كيف يمكن البعض عنده لابد من قراءة سياسية لهذه الانتخابات ولازم يقراها بالسياسي، البعض الآخر لازم يقراها يمكن بالشكل العملي والمباشر داخل القرى من دون ما يكون لها نتائج سياسية. بغض النظر كل طرف سياسي عليه أن يقرأ هذه الانتخابات بما يتعلق فيه وبما يتعلق بغيره من القوى السياسية اللبنانية. نحن ما في شك أنه هذه الانتخابات يعني بإدارتنا لها بمواكبتنا لها اليومية خلال فترة التحضير لها وبنتائجها في خلاصة أساسية للأسف، وهيدي بعتقد كل القوى السياسية مصابين فيها، أنه الواقع العائلي داخل القرى والبلدات أقوى من الأحزاب، أو الأصح الأحزاب أضعف من العائلات باللعبة الانتخابية. وهذا بس عائلات كانت فيها مواقف سياسية كمان كانت ببعض المحلات. يعني بتاخذي المدن بالإجمال، بعض المدن إلى طبعة السياسي صحيح، ولكن إذا ما نسبته بعتقد 80% ل 90% من انتخابات البلدية بلبنان كانت متحكمة فيها اللعبة العائلية. وحتى الأحزاب بتركيبتها للوائح الانتخابية أخذت بعين الاعتبار هذه التركيبة الاجتماعية حتى تستطيع أن يعني تقول إنه هي ربحت هون أو ربحت هناك. وهذه حالة بعتقد هي واحدة من خصائص المجتمع اللبناني اللي ما قدرنا كأحزاب حتى الآن يعني نطوره باتجاه آخر للأسف. ومنشان هيك بتشوفي كثير من الأحزاب اللبنانية قالت اللعبة متروكة للعائلات ونحن بندعم هيدي اللائحة. هيدي خلاصة أساسية. الخلاصة الثانية إنه في لا شك بمكان ما، هلا هيدي بتحتاج طبعا لدراسة تفصيلية من قبل كل حزب يفوت على كل قرية على كل بلدة على كل مدينة، في موقف عم بيقول لا للأحزاب تلمسية بغض النظر عن نجاح وفشل هيدي اللائحة أو غيرها. بس أنت إذا بتراقب نتائج الانتخابات حتى بوجه القوى السياسية ببعض المحلات بالنسبة اللي جابتها اللوائح الأخرى منا سهلة، كل صراحة منا سهلة. يعني أنه اللي نجح على نسبة 55% واللائحة الثانية سقطت على 45% أو 60-40، أنه كمان هودي 40 يعني مين قال انه الديمقراطيه هي بس ال 51% اللي بيربحوا يعني؟ اكيد، لانه رح نحن بنظام ديمقراطيه يعني هي ما الديمقراطيه صحيح، بس الديمقراطيه هي كمان هذا اللي رئيس الحزب عم بي يعني هيدي الذهنيه اذا بدك اللي عم بفكر فيها ويتعاطى فيها، انه اذا بدك تكوني ديمقراطيه عن جد بدك تاخذي بعين الاعتبار مش اللي نجحوا، بدك تاخذي بعين الاعتبار النسبه اللي ما نجحت كمان. شو عم بتقول؟ شو عم بتقلنا لنا كحزب تقدمي اشتراكي بمناطقنا بمناطق نفوذنا يعني المناطق اللي نحن مؤثرين فيها، المناطق اللي نحن نعتبر يعني ماسكين فيها وجمهورنا هو اساسي وداعم والى اخره. ما فيني انا اجي اتجاهل هودي ال 45 او ال 40 او 30% اللي شكلوا موقف عم بيقولوا لي في لا ما فينا نكفي هيك، اما لاسباب تنمويه إما لأسباب سياسية إما لأسباب لها علاقة بالأداء. من هون لابد على الأحزاب، وبعتقد رئيس الحزب نانسي من قبل نتائج الانتخابات البلدية إذا بتذكري من بداية ما سمي بهالسنتين اللي مرقوا المجتمع المدني والحراك المدني دعا الأحزاب إلى
يعني تقرا الشارع. تماما نبض الشارع شو 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 عم بيقولوا انه تفكر بذهنيه مختلفه وبطريقه مختلفه. نعمل الجملات. قال انا بدي احاسب، يقال بدات المحاسبه بالحزب، في مسؤولين بالحزب التقدم الاشتراكي بعدد من المناطق حوسبوا، مزبوط؟ في عدد حسبوا بشكل سريع جدا بما يعني يخولوا دستور الحزب. في مسؤولين فصلوا. نعم. وين؟ بالبا وبالجبل. ليش؟ بكل بساطه هلا بحكي عن الاسباب. يعني فصلين اساسيين تموا، خليني لكن نضل مكفيين بنفس النقطه. يعني وحده منهم بمنطقه رشيا والثاني بمنطقه المتن. والسبب المتن والسبب يعني خليني اقول لا المتن علي مش بالمتن، المتن بسليمه تحديدا. وهذا يعني هذين الفصلين مرتبطين بشكل مباشر بتوجه الحزب في اداره العمليه الانتخابيه سواء بعين عطا او بسليمه. بسليمه لها علاقه بيعني عنوان سياسي ثابت عندنا كحزب تقدمي اشتراكي فيما يتعلق بمصلحه الجبل، بوحدة الجبل، بمسألة يعني المصالحة، بمسألة موضوع يعني المخالفة لهذا التوجه يقتضي أقل شيء هيك قرار تحديدا بما يتعلق بالمصالحة. نعم يعني بتعرفي بالانتخابات البلدية ممكن كتار يرجعوا يستخدموا العناوين الماضية وما بدي أفتح الموضوع. وهذا أمر يعني واحد من المحرمات بالحزب لأنه تعرفي تماما شو موقف رئيس الحزب من هذا الامر وموقف الحزب. بعين عطا المساله عين عطا ضيعه الى حساسيتها بتركيبتها السياسيه، ونحن كحزب كان القرار والتوجه بانه يعني نروح لتفاهم مع الحزب السوري القومي الاجتماعي بتلك المنطقه حصل. يعني خربطه لهذا الامر من عنا ومن من من عندهم، لكن نحن رحنا للاجراء بشكل مباشر. المساله الأهم نانسي هي مسألة المساءلة داخل الحزب، وهيدي يمكن امبارح بعتقد أو أول امبارح عملتوا تقرير عنا بالنيو تي في. بالحزب في مجلس شرف، مجلس شرف هو بشكل السلطة القضائية في الحزب. مين مؤلف مجلس الشرف؟ مؤلف من رئيس وأربع أعضاء، اثنين أساسيين واثنين ردي يعني بيكونوا رديفين ومقرر، وبيقوم بعمله كسلطة قضائية بشكل كامل. يعني حتى نحن بالحزب كقيادة سياسية للحزب إذا طلب من المجلس، إذا مجلس الشرف طلب منا أنه نحضر بنحضر، وإلا إذا لم يطلب منا ما إلنا حق نحن نقول بدنا نحضر للتحقيق ولا دراسة الملفات ولا إصدار الحكم على أي رفيق. هيدي العملية بدأت. الشرف ده شمولي؟ ده مش لا لا مش شمولي، سلطة قضائية مستقلة عن شو يعني السلطة القضائية؟ ليش اليوم رئيس الحزب ملم بالقضاء بيكون عادة؟ لا مش رئيس الحزب، رئيس الحزب مش منه مجلس الشرف. مين الرئيس؟ لا الرئيس الرئيس مش رئيس الحزب. لا الرئيس يعين يعين من قبل الجمعية، رئيس الحزب ومجلس قيادة الحزب. رئيس مجلس الشرف بده يكون عنده رتبة قانونية؟ بده يكون قانوني. بده يكون قانوني أكيد. بالنظام الداخلي للحزب أعضاء مجلس الشرف كلهم بدهم يكونوا من رجال القانون. حزبيين من رجال القانون. الحزبيين عندكم بيخضعوا بالأول لهذا التحقيق، وإذا ثبت أنهم عندهم يعني ثبتت التهمة شو بصير؟ بس قياس لا بالمقرر بيعمل تحقيقه طبعا. بيقدر يستدعي أولا، بيعطيه حق للرفيق الحزبي بأنه يكون معه شاهد ويكون معه وكيل دفاع خلال التحقيق. وهذا بده يبلغوا فيه ببداية عملية التحقيق أنه أنت يعني لك أنت الحق لحد الإدانة، لك الحق بأنك أنت تدافع عن نفسك ويكون عندك وكيل من الحزبيين. يعني من الحزبيين ممكن هالمجلس الشرف إذا كان عنده شكوك رئيس الحزب بأمر ما وتم يعني الركون إلى مجلس الشرف، ممكن مجلس الشرف يكون رأيه مغاير؟ ممكن صارت؟ هي بترفع شكاوى. الشكاوى بتطلع من اي حزبي بيقدر يرفع شكوى، بتتحول لعند امين السر العام هذه الشكوى. امين السر العام بيحولها لمجلس الشرف، مجلس الشرف بكلف المقرر يجري تحقيقاته، التحقيق بيطلع لعند مجلس الشرف اللي بيجتمع بيدرس كل المعطيات وبالتالي على ضوءها. كم شكوى عندك اليوم حضرتك لامين السر العام؟
يعني جملات مشتكية على حدا عندك؟ وصلوا يعني حتى اللحظة إلى ما يقارب العشرين اسم، 20 رفيق ورفيقة. يعني تتم عملية المساءلة معهم، وأولى هذه المحطات نهار التنين. يعني تمت عملية الاستدعاء. لا ما في داعي ندخل بالأسماء. طيب من ضمن هالأسماء، بما أنه نائب وليد جمهورية حكى على التي في كمان، من ضمنهم النائب والوزير السابق غازي العريبي، خلينا والوزير أكرم شهيب. ما بدي أذكر أسماء. طب ما هو ذكر الأسماء، مش أنت ذكرتهم. يعني نحن عم نعمل كوتينج لنائب وليد جملات مش لإلك. من ضمنهم؟ ما بحق لي أذكر أسماء. طب ما هو ذكرهم، هو لازم تسأله. فإذا تسألوا لنائب وليد جملات ليش طلع حكي أمور حزبية داخلية على التليفون؟ فهيدي المهم بالموضوع نانسي، قبل يعني بغض النظر عن الأسماء، مهم بالموضوع إنه الحزب التقدم الاشتراكي كمؤسسة، وهذا الأمر اللي كان رئيس الحزب عم بيشير له بشكل واضح، حاضر اولا لينتقد نفسه، ثانيا ليستخلص العبر من اي مرحله واستحقاق بيمرق فيه، ثلاثه مساله المحاسبه والمساءله اساسيه وثابته وجوهريه. بس هيدا مجلس الشرف، مثلا فيكم انتم حدا يتحرك لي يعني يدعي على رئيس الحزب ولا لا؟ شوف هالديمقراطيه قديش واسعه. اي حزب عنده هالقدره بيقدر يعني يسائل اي حزب اخر. في يسائل نائب وليد جملات، في يسال، في يقول انا. هلا الفرق عندنا بالحزب، نحن ديمقراطيتنا لدرجه انه الرئيس بيسمع الشكوى هو مباشره، يعني مش بحاجه لحزب يروح اذا في انتقاد مستعد رئيس الحزب يسمعه مباشره. ايش يعني؟ يعني مش بحاجه لانت تيجي تشتكي عندي. بس مين بياخذ في قرار لرئيس الحزب؟ يعني هناك من يخطئ، يعني مين قال انه رئيس الحزب لا يخطئ؟ طالما انه لا يتغير اكيد. فاذا هو ليس هناك اشجع من رئيس الحزب لياخذ يعني قرار حتى اتجاه نفسه وقت اللي بيشوف في خطا ما، يعني لابد من تصحيحه. بعتقد هذا معترف فيه مش داخل الحزب بس، شو المشكل؟ معترف فيه من الراي العام وحتى من القوى السياسيه. طيب اليوم شو المشكل مع النائب غازي العريضي صراحه؟ شو المشكل؟ يعني هل هو لانه في راي عام اليوم بمكان ما، لا سيما اذا بدنا نحكي الامور مثل ما هي، بعد عرس نجل الوزير العريضي هو اللي يعني خلى نائب وليد جملات يستفز مجددا. ما اسمحي لي بس، لانه هو يعني ما تاخذ الامور. لا شو الخبر؟ ما يعني عم تاخذي الامور لمحل مختلف تماما. بس بيقول انا بدي اخير. لا اسمحي لي فضل. ما طرحه رئيس الحزب بالحلقه التلفزيونيه لها علاقه بالانتخابات البلديه، ويعني أداء ما داخل الحزب من بعض الحزبيين، في جزء منهم بموقع مسؤولية وفي جزء منهم يعني بمواقع مسؤولية ربما أدنى على هذا الأساس، أي ربما مواقع تنظيمية أو كوادر معينة. على هذا الأساس قال ما قاله رئيس الحزب، وعلى هذا الأساس عملية المساءلة رح تتم، مش لأسباب تانية على الإطلاق. سؤال بهيش أبو حمزة، سيد بهيش كان من ضمن الحزبيين؟ أنت عاملي معي حوار اليوم والله تحقيق. مش بس أنت بده يوصل عندك الشكاوى في مرة تحس به كيف بيتساهلوا. سيد بهيش أبو حمزة حزبي؟ كان وما خضع على مساءلة مجلس الشرف؟ خضع على القضاء اللبناني. ليش بقى؟ لانه يعني الموضوع اللي على اساسه رفع الدعاوى من، يعني بالبدايه اذا بتذكري من نادي الصفا، ما له علاقه الحزب بهذا الامر اساسا حزبيا يعني. بالتالي راحت الامور باتجاه القضاء اللبناني بقضايا منا لا تنظيميه ولا سياسيه ولا قرارات. ما حدا عنده يناقش نائب وليد جملات بهذا الموضوع منكم بالحزب؟ اولا هذا موضوع مش حزبي نانسي، الموضوع صار موضوع راي عام شوي بس يعني. مش حزبي يعني، ما انه حزبي بكل بساطه، هذا موضوع له مساره المختلف، يعني لا هو تنظيمي ولا هو سياسي ولا هو في مساله ايضا من ضمن المساءلات اماني بالامر. البعض بيقول انه اليوم الحزب التقدم الاشتراكي ثوره الاب هي لحمايه الابن، يعني مثل ما نائب وليد جملات، هلا في فرق، نائب وليد جملات استفاد من الحرس القديم للشهيد كمال جملات، لكنه
كمان وصل لمرحلة عصر جيله. اليوم هو يهيئ لتيمور جنبلاط كمان جيل من الشباب يعصرون، من ضمنهم ظافر ناصر، من ضمنهم من يعني مع احترام لمراكزكم يعني هادي بالحسن وغيرهم وغيرهم من الشباب اللي هن كمان طلع يعني بده اياهم يطلعوا مع تيمور، ما حدا يسبقه بالخبره وبكل التفاصيل يعني هيك يقال يعني هي معركه حرس قديم وحرس جديد. شوفي، اول من تحدث عن صراع الاجيال هو كمال جنبلاط، وهذا صراع الاجيال واقع قائم عندنا بالحزب وعند غيرنا، ما أمنا يعني مش مسألة عم نحكي عن شيء داخل الحزب التقدم الاشتراكي يعني استثنائي بالعمل الحزبي أو بالحياة السياسية. كمال جنبلاط تعاطى مع مسألة صراع الأجيال بكل واقعية، لأنه هذا أمر أنت بتعيشيه بيومياتك، بتعيشيه بيومياتك سواء بالحزب عنا أو عند غيرنا من الأحزاب. السؤال كيف أنت بتتعاملي مع هذا الأمر؟ يعني أولا خلينا نتفق أنه هذا أمر طبيعي، الحياة بتجدد نفسها سواء كانت مرتبطة بمستقبل يعني القيادة السياسية عندنا بالحزب أو مش مرتبطة، حتى قبل ما تنطرح مسألة القيادة السياسية عندنا بالحزب أو بالحالة السياسية اللي نحن الحزب دائما يقوى بالعنصر الشاب أكثر يعني. مش بس هيك يعني، أنت خدي المراحل، خدي هالعشرين سنة اللي مرق مؤسسات العمل، طيب خدي قديش مرق أجيال عندنا بالحزب، قديش مرق أجيال بظل قيادة الرئيس وليد جنبلاط، قديش في أجيال دورة وقف بمحل معين، دورة انتهى بمحل معين، وإجت أجيال بعد منا وتابعت. مسألة صراع الأجيال مسألة دائمة، لن تنتهي لا الآن مع الرئيس وليد جنبلاط ولا لاحقا مع الأستاذ تيمور جنبلاط ولا بعدها، يعني هيدي مسألة طبيعية، جزء من جزء هيدي جزء من الحياة الطبيعية، ما إلها علاقة لا بمسألة الوراثة ولا بمسألة أخرى. اثنين، وهذا الشيء بيفرز نفسه وين؟ بيفرز نفسه بالاستحقاقات. واحدة من الأمور اللي ظهرت عندي خلال استحقاق البلديات هي هذه المسألة. يعني بس أنت تعيني مسؤول منطقة شاب جديد عمره 30 سنة أو عمره 32 سنة حكماً اللي كانوا قبله بهذه المنطقة، يعني ما بتكون سهلة عليهم المسألة. هذه بطبيعة الأمور. وعملية التجديد عندنا بالحزب مش هلأ بلشت، مش هلأ. أنا نانسي عملت أمين سرعان بالحزب عمري 31 سنة، بدأ رئيس الحزب من 4-5 سنوات هيدي الخطوات، وقت اللي عم بيعمل هيدي الإشارات الخاصة بالأسماء هي منا مسألة إشارة يعني للشخص نفسه بقدر ما هي إشارة عن عملية التجديد، بقدر ما هي إشارة للحزب كحزب ككل، لأنه في عديد من المسؤولين بالحزب كمان هن كوادر شبابية وناجحين محل ما هن وبقطاعاته. بس كمان نسبة الشباب ما بيتاخد بعين الاعتبار اليوم أستاذ ظافر أنه ايه لما بدك تحط اكيد بالمسؤوليات مثل بالحياه مثل بكل شيء بالدنيا، في جيل بيروح وجيل بيجي، صحيح. جيل بيكون اكثر حماسا من جيل اخر، كل هذا الموضوع. بس كمان لما بدك توصل لرتبه معينه بالحزب وتوقف عندها، يا اما بدك تصير رئيس حزب يا اما بدك تروح، مزبوط؟ لا هي بالطبيعه، لانه رئاسه الحزب مكفله امام كل الحزبيين باستثناء العائله اللي هي مزبوط. هيك عم بيصير. نحن انا فيني اقول لك مش بس بالحزب التقدم، فيني اقول لك غيركم من الاحزاب اللي كمان عم تعتمد على التوريث. انا بدي افترض معك بالعكس، افترضنا الرئاسه راحت لحدا من غير آل جنبلاط بيوم من الايام، انه هل ممكن هذا الامر يعني كل القيادات الحزبيه يعني يحصلوا على هالفرصه؟ بالعكس بتخليك انت كحزبي يصير عندك حماس انه توصل وتجهد لكي تصل الى هذا المركز. ما في حزب أعطى فرص لكوادره ومناضلينه وشبابه بالقدر اللي أعطاه الحزب التقدم الاشتراكي. إذا بتلاحظي نوابنا الحزبيين معظمهم طلعوا من القاعدة الحزبية، إذا كلهم طلعوا من القاعدة الحزبية، طلعوا من نضالهم الحزبي، طلعوا من القطاعات الحزبية، أخذوا أدوارهم بهذا الشكل، وأخذوا أدوارهم لأنه استحقوها نتيجة نضال معين، نتيجة مسار معين طلعوا فيه من المسار الحزبي، وغيره وغيره من المسؤوليات. الحزب غير مقفل بمسألة الأدوار على الإطلاق، مش مقفل على نفسه بمسألة الأدوار للآخرين. وهيدي مش الإشكالية هون، مش الإشكالية هون نانسي عنا. الإشكالية اللي عم بتواجهنا اللي هي بكل واقعية أنه عندك
هذا الصراع الأجيال إذا بدي سميه عم بيفرز نفسه بالاستحقاقات بشكل طبيعي. أحيانا بتشوفي وهون كمان بدي أحكي عن منحة إيجابي بهذا الأمر بمحلات من أساسية وجوهرية ومهمة واستحقاقات مهمة، شفنا كوادر من الرعيل القديم عم تحضن الرعيل الجديد وعم تدفع فيه لقدام وعم بتشكل له حصانة، يعني مش بكل المحلات هذا مش مطلقة، يعني مش استمرارية. صحيح، وهذا اللي مطلوب بكل الاستحقاقات، وهذا اللي مطلوب بكل المناطق، وهذا اللي مطلوب من كل القيادات على المستوى العالي وعلى المستوى الأقل. رح تبقى معك استاذ ظفر بعد فاصل اعلاني اخير. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع الامين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي ظفر ناصر. قبل ما ادخل الى العناوين اللي هي ما يتعلق بسوريا وبالمنطقه وحتى في لبنان ماذا بعد، بموضوع المحاسبه وغيرها، اقليم الخروب كنت سالتك عنه بس بعد ما كملنا بالحديث، بس ما تهربت انا من الاجابه. حدا يتهمني انه لا ببرجة، يعني السؤال اليوم انه برجة، هل يعني ما بعرف من ستطال المحاسبه بموضوع برجة والاقليم؟ خليني اقول نحن يعني الشيء الثابت كان كقرار مركزي بالحزب هو بما يتعلق بإقليم الخروب، هو التنسيق التام مع تيار المستقبل والجماعة الإسلامية. طيب. في محلات نحن ارتكبنا أخطاء بكل صراحة، في محلات هن ارتكبوا أنتوا وين ارتكبتوا أخطاء؟ يعني بإدارة الأمور يمكن أكثر من مكان، ما بدي كثير فصل، يعني العنوان واضح، العنوان واضح. كان فينا نحن نتفادى يعني بعض الأمور بإقليم الخروب، والأطراف الثانية كمان كان المستقبل أو الجماعة الإسلامية كان فيها كمان يعني تلاقينا على منتصف الطريق ببعض الأمور اللي طرحناها. بكل الأحوال يعني يبقى بالنسبة لنا إقليم الخروب هو الناس اللي تاريخنا كان معهم، ومستقبلنا حضرنا معهم ومستقبلنا نحن وياهم بالتأكيد، لكل الأهل بإقليم الخروب. حزب التقدم الاشتراكي حضوره بإقليم الخروب هو حضور نضال مشترك وتاريخ مشترك. بس تم محاسبتكم بإقليم الخروب، حاسبوا الحزب التقدمي مثل ما حاسبوا المستقبل كمان، يعني ليكون في حتى ما تكون بس القراءة دائما تتجه بالسياسة إلى طرابلس أو إلى بيروت. خليني إقليم الخروب النتيجة ما كانت سهلة. خليني أقول لك، بدك تاخدي النتائج بالتفصيل، ما فيك تاخديها بالإجمال. لأقول لك ليش، بكرة بتشوفي يعني بنتائج اتحادات البلديات المسألة بتاخدي برجة شيء، تاخذي شحيم شيء ثاني. نحن شحيم تعاطينا كان ان يعني يكون الحزب داعم راعي مع الاطراف الثانيه الى خيار العائلات. خليني المستقبل خسروا الواجهه، خليني المستقبل نزلوا خسروا، يعني اليوم ما فيك، خصوصا مثل ما يعني النائب وليد جملاط قال لما يعني اعتبر البعض انه الممثلين بمجلس النواب هن فيهم يخوضوا الحمله، تبين انه صاب الهريان الحزب بس هو يعني انه فعلا انه تبين انه لا، النواب ما قدروا انه يواكبوا المزاج الشعبي. مزبوط، بمحل من المحلات هذا الواقع صحيح، بمحل من المحلات في ردة فعل هذا صحيح، مش عم بنكر هذا الامر ابدا انا، وانت بنهاية المطاف بينعكس عليك كحزب هذا الواقع، ولكن ولابد من اخذه بعين الاعتبار، لابد من التعامل معه، لابد من الوقوف بشكل كبير عليه، ما في شك. بس فيك انت تتجاهلي اللي حصل، وفيك كحزب تقولي لا انا بدي سائل وانا بدي اوقف عند هذه النتائج، وانا بدي اشوف ليش هون رفضت، ليش هون غلطت، ليش غيري هون ما لقاني على منتصف الطريق، وقيم الموضوع كله سوا بكل جدية. وهذا الشيء الثابت اللي عم نعمله اليوم بالاقليم وبغير الاقليم. ولكن برجع بقول لك يعني بدك تاخذي الامور بتفصيلها مش بكليتها، يعني اليوم ما في اليوم عندنا نحن بالاقليم وكانه في يعني رده فعل علينا هيك عارمه من قبل الناس ببعض المحلات، على المطمر الناعمي، ببعض المحلات على سبلين ومعمل سبلين، ببعض المحلات صح، ما بقول لك لا،
بس برجع بقول لك ما في والله فيك تاخدي انت الاقليم ككل كانه يعني بطل بطل مساند محسوب على مش محسوب مش نحن محسوبين على الاقليم مش الاقليم محسوب علينا طول عمرنا هيك بنتعاطى وهيك بنفكر اسمنا عليك يعني استاذ من قليل بتمسك فيك فمنشان هيك ما في ردة فعل بالمعنى السياسي تقدر تقولي انت في تخلي من الناس عن دعم الحزب التقدمي الاشتراكي او الوقوف الى جانب الحزب او في موقف معين صحيح في ردة فعل ببعض الاماكن موجودة هذا صحيح كان فينا يمكن نحن نتعاطى بطريقة مختلفة مع هذا الأمر من البداية كمان هذا صحيح باختصار نائب وليد جملاط البعض قال أنه بموضوع يعني هو عارف كيف محصن تيمور الرملاط خصوصا أنه تيمور أيضا يعني كمان لإنصاف الرجل أنه هو كمان تتلمذ كما الكثير بهذا الحزب بعكس رئيس سعد الحريري اللي النائب وليد جملاط كان عم بشو يعني البعض اعتبر انه اليوم النائب وليد جملاط مستعد ان يحتضن سعد الحريري سياسيا وسمعنا الملاحظات اللي عطاها النصائح اللي عطاها حتى وصلت الى حد التحذيرات كيف تقرؤون اليوم ما يجري مع تيار المستقبل هي مشكلة مادية طبعا من الصعب انك انت كطرف سياسي تحكي عن طرف سياسي تاني لا بس صارت ظاهرة صارت كل حزب البعض عم بيقول لازم نوقف ونقرا شو عم بيصير تيار المستقبل صحيح. بصراع الاجنحه خليني بالموضوع المادي بالموضوع كنا عم نحكي بالبدايه عن هيدي النقطه ولو بشكل سريع طبعا ما فيك تعتبري انه اللي عم بيصير تيار المستقبل مساله خلل تنظيمي يعني ممكن معالجته بقرار ممكن معالجته باطار تنظيمي ثاني وانك يعني هذا الامر يكون هيدي حدود ولا لا في شيء اولا يمكن من اكثر التيارات اللي تاثرت بنتائج الانتخابات البلديه تحديدا بما حصل بطرابلس هيدي وحده اثنين اللي عم نقرا اليوم بما يتعلق بالموظفين وبالحرس كمان يعني بدل على انه الازمه الماليه كانها عم تستفحل وتكبر اكثر واكثر واكثر بمساله الـ يعني اذا بدك تحكي عن التباينات داخل التيار بالموقف السياسي كمان مؤشر اخر فبالتالي كل هذا الامر اي ما فيك انت لما تتعاطي معه على انه مساله جديه البعض يمكن عم بيروح بعيد كثير بتساؤلاته بالمعنى السياسي اليوم وارد شيء يمكن بالاخبار انه الرئيس الحريري لم يعد الرجل الاول بالنسبه للسعوديه في البعض عم بيروح بهذه نيتها طيبة دائما الأخبار على المستقبل الرئيس الحريري بس في البعض عم بيروح بقراءته إلى هذا الحد هذا الأمر هل هو حاصل مظاهرات قدام سعودي أوجي لما تشوف بينقطع الكهرباء بالأمس قطعوا الكهرباء عن موظفي سعودي أوجي بحسب الأخبار ما اضطروا أنه يجيبوا مازوت لموتورات وحتى صار في حكي مسؤول بما يتعلق بأزمة سعودي أوجي أنه الحكومة ما قال عليها هذه مشكلة موظفين وإدارة يعني منه سهل عم بيصير بخيار صحيح ولكن كمان بدك تاخذي بعين الاعتبار أنه الخليج كله اليوم والمملكة العربية السعودية أولوياتها مختلفة يعني أولوياتها بنحكي من سنتين إلى الآن أولوياتها باليمن السعودية لأنه اليمن هي الأقرب لإلها ممكن أولوياتها المالية أو أولوياتها السياسية وهذا أمر يمكن بينعكس سلبا على تيار المستقبل هون بمعنى أنه الاهتمام بيتراجع فيك تخطيها من هالناحية وفيك تخطيها من ناحية كمان هل هناك قرار سياسي ما يعني طريقة تعاطي مختلفة من قبل المملكة العربية السعودية على الساحة اللبنانية ما فيكي هذا الأمر يعني تقدري هيك تحسميه أو تستنجيه هذا بدك تراقبيه بالمستقبل كيف بده يكون لأنه واضح كمان إذا بترجع ما قبل الانتخابات البلدية عملية لملمة إذا صح التعبير الجو السني كان واضح جدا يعني من دار الفتوى والتواصل مع بعض القيادات على الساحة السنية وجمعة فيما بينها وشفنا لقاءات واجتماعات ما كانت متوقعة بين بعض يعني السياسيين وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري فهذا المسار
يعني هل هو يعني حدوده أبعد من مسألة لملمة الجو إلى حد يعني في تغيير كامل بطريقة التعاطي والتعامل مع الموضوع السني في بتشوف لبنان؟ بتشوف أنه اليوم رئيس سعد الحريري ممكن يكون الحل يعني أن يعود رئيساً للحكومة؟ مشان هيك شفنا أنه عم ينعاد ينطرح اسم العماد ميشيل عون رئيس جمهورية ورئيس سعد الحريري رئيس حكومة، ولكن يعني عم بيقولوا أنه هيدا الضغط حيوصل أنه التسوية هيدي ترجع تركب. سمعنا كمان بالإعلام أنه الرئيس سعد الحريري أكد للأستاذ سليمان فرنجي تمسكه فيه باتصال هاتفي. طيب بعد يعني بعد بيحمل يمكن الوضع شوي، يمكن ما بعرف، ممكن بس كمان الظواهر اللي عم بتصير، ما هو اللي عم بيصير اللي صار بطرابلس خلى اللواء أشرف ريفي يقول أنه هيدي نتيجة التسوية، يعني هيدي نتيجة التسويات اللي عم بتصير، هذا موقف أهل طرابلس إجا هيك، ورجع عبر عن رفضه للأستاذ سليمان فرنجي ولا جنرال ميشيل عون. يعني ما بعرف كيف ممكن قراءة الأمر أنه الضغط على المستقبل والرئيس سعد الحريري هو اللي دفعهم باتجاه تسوية حول اسم الجنرال ميشيل عون. يعني ما بعرف هيدي كل صراحة، يعني ما عندك كامل المعطيات بما يتعلق بهذا الجانب لتحكي فيها. بالعكس كل التمني، وخليني هون أقول تيار المستقبل حاجة في لبنان، حاجة بالمعنى السياسي بالمعنى الاعتدالي، وبالتالي كمان هون من الأطراف الثانية نسيها محمد الله أكيد يعني ما كتير يعني نراهن على أنه ضعف المستقبل هو مكسب. أخيرا بموضوع يعني مستجد بالأمس، العملية الفدائية في تل أبيب، بعد في نفس يبارك هذه العمليات، لأنه بنسمع كمان للأسف باللغات والمصطلحات اللي عم تتغير أنه البعض صار يعتبر أنه أو ينظر بمنظر أنه هذه عمليات يضعها في إطار يمكن ما بدي حتى أقول التسمية، أنه مش عمليات فدائية، كأنه النضال بيوقف فقط بأنه إذا أوصل عليك العدو الإسرائيلي رد، بينما أي عملية أخرى صارت عم توضع بإطار خارج العمل المقاوم الفدائي اللي منذ انطلاق الانتفاضة لليوم ما وقف، وبأساليب أخرى مختلفة. شوفي نانسي، كل القضية الفلسطينية اليوم، القضية الفلسطينية بمعناها بحقيقتها بتاريخها بنضال ناسها، للأسف 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 لم تعد أولوية عندنا، لا مش بس كأنظمة عربية، حتى الشعوب العربية أصبحت القضية الفلسطينية اذا مش درجه هلا اذا اليوم ما كانت من اولويتها، لانك بين انك تكون عم بتموت بارضك او انك عم تناصر القضيه في خارج في الاراضي المحتله، لكن اقله ما تصير المصطلحات ايه صحيح، ما تصير النظره غير هيك. هذا نقاش قديم مش جديد نانسي، حول العمليه الانتحاريه والعمليه الفدائيه والعمليه الاستشهاديه، وحتى في نقاش ديني كان حول هذا الامر، ما لنا مساله مستجده. انت شو بتعتبره؟ ولكن نحن كل حركة نضالية بيقوم فيها الشعب الفلسطيني حكما نحن معه، هذا أمر ثابت. وصية كمال جنبلاط كانت نانسي أنه فلسطين هي القضية والوصية والهوية، بها نختم. ونحن لهون نختم لقائنا معك أستاذ ظافر ناصر الأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي. شكرا لك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، وكونوا على الموعد.